توقف هطول الأمطار ولم تنتهي مع هذا التوقف معاناة مخيم بلاطة شرق نابلس، أكبر مخيمات اللجوء في الضفة الغربية. هنا تكشف أزقة المخيم عن ظروف حياتية صعبة للغاية، فالشتاء لم يعد فرصة للاستجمام بل لإضافة مزيد من التحديات في مساحة تكاد تختنق بسكانها. تأسيس البنية التحتية في مخيم بلاطة ما في بنية تحتية، لأنه البنى بيجي عشوائي، كل دار بتيجي بيطلع نص متر على الشارع بيبني بسكر الشارع، جار بيبني فوقيه بيبني فوقيه، المية اللي من الشتاء وينها تروح يعني؟ بدها تيجي تخش على الدور، بدها تخش على الكهرباء. داخل غالبية المنازل في المخيم تستقبلك الجدران المتهالكة والآيلة للسقوط بفعل الظروف الجوية، حتى تحول بعضها إلى سماء ماطرة يحيط بها البرد القارس، سيما وأن المخيم خلال الشتاء يعاني من انقطاع التيار الكهربائي لنحو 6 ساعات يومية. وضع الدور تعبانة، يعني لو ما الدار ماسك الثاني ولا بجوز يهيلن، أما الواحد يلاقي الثاني بالشتاء. وهذا الوضع المخيم يعني كبير، واللي بده ما تاخذنيش بالكلمة، اللي عنده أولاد وين بده يروح؟ بده يبني له على الثاني وعلى الثالث، وواحد بتلقى الثاني. ومع استمرار الحالة الجوية في ذروتها بالأراضي الفلسطينية وارتفاع معدلات البطالة داخل المخيمات، فإن الأوضاع حالت دون ترميم أكثر من 600 منزل بصورة كلية. لجنة الخدمات الشعبية في المخيم تؤكد أن الاحتياجات فاقت طاقة الإمكانيات المتوافرة. وكالة الغوث في حالة التقليصات وبعد القرار الأمريكي، وكالة الغوث بطلت تقدم المخيمات شيء. وكالة الغوث زي ما كنا نعرف إن كانت تقدم لنا الطحين لكل العائلات وقفتها، كانت تقدم لنا المساعدات الكاش النقدية للأسر الفقيرة وقفتها، كانت تعملنا البنية التحتية وقفتها، كانت تعطينا مشاريع البنية التحتية ومشاريع صغيرة للمؤسسات وقفتها، كانت تعطي الحوامل وقفتها. ويعكس واقع مخيم بلاطة في نابلس الظروف الحياتية الصعبة لمخيمات الضفة الغربية للاجئين، حيث تعاني جميعها من مشاكل حادة تتعلق بالبنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. في ظل استمرار الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فإن لا حلول تلوح بالأفق لتخفيف المعاناة، حتى بات فصل الشتاء كبقية الفصول تنهش بما تبقى من حياة كريمة للاجئين في المخيمات. خالد بدير، قناة الغد، نابلس، فلسطين.